كل لما نيجي نقول في حاجة غلط يقولولنا طيب انتوا ناس مش فاهمة، انتوا ما تفهموش يعني حرية التعبير. انا هنا عايز اسأل سؤال، فين في الدنيا دي كلها في حرية تعبير من غير اي ضابط؟ اشهر مكان الناس بتمارس فيه حرية الرأي هي حديقة الهايد بارك في لندن. دي يعني اكتر حاجة الناس معروفة انها تقدر تعمل اللي هي عايزة فيها يعني. ده حتى بيسموها The Minor Wonder of the World، يعني عجيبة الدنيا الصغيرة. هناك ممكن اي واحد في اي وقت ومن غير تصريح يروح يتظاهر او يعمل مناظرة مع اي حد ويقول اللي هو عايزه. لكن حتى في الهايد بارك في بوليس، والناس ما ينفعش تتكلم فيها بحرية إلا في مكان مخصص فيها اسمه سبيكرز كورنر أو ركن المتحدثين، وغالبا اللي بيتكلم ما ينتقدش الملك أو الملكة بتوع انجلترا، واللي يعني يزودها شوية يخرجوه بره. حق حرية التعبير مش مطلق في أي بلد، لكنه دايما بيخضع لقيود. يعني مثلا ما ينفعش تشهر بحد وتقولي دي حرية تعبير، حريتك لا يجب أن تضرني. ما ينفعش تحرض على جريمة وتقول حرية تعبير. يعني مثلا ما ينفعش تيجي تقول كده إيه، يلا نروح نقتل المحافظ الفلاني عشان هو زور الانتخابات. لا لا لا، في قانون، وانت مش من حقك تصدر أحكام وتنفذها على البشر بحجة حرية الرأي. دي مش حرية رأي. المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتعترف بحرية تعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان، وبتعترف كمان بكل الدول، وحتى القانون الدولي لحقوق الإنسان بيقول لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير. لكن المادة دي برضو بتوضح ان ممارسة الحقوق دي لها واجبات، لها مسؤوليات، فبتقول وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود لاحترام حقوق الاخرين او سمعتهم او لحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة. يبقى حق حرية التعبير هو حق مشروط ومش مطلق. معنى ده ان اللي حصل في الاولمبياد تعدي على القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنه باللي انت عملته ده ما احترمتش حقوق ناس تانية ما تحبش تشوف السيد المسيح بالصورة دي.